راه الدنيا ما كتجيش بقوة الجري، راه إلا كتب لك الله تعالى تكون غني تكون غني، كتب لك الله تكون فقير تكون فقير. ولهذا الله تعالى كيقول في الحديث القدسي: إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسدت حاله، وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسدت حاله.